احتفاء بنسائها، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية حفلا تكريميا بسخيرات بمناسبة يوم المرأة العالمي. وبهذه المناسبة أعربت وزارة الاقتصاد والمالية عن اعتزازها بالدور الذي تلعبه المرأة في جميع قطاعاتها ومساهمتها أيضا في تحقيق أهداف الوزارة. في مثل هذا اليوم من كل سنة تحتفل وزارة الاقتصاد والمالية بنساء الوزارة، وكاين دعوة لهذا الحفل، وكتكون مناسبة للوقوف عند الإنجازات ديال الوزارة فيما يخص مقاربة النوع. وفي عام 2018 شكلت الموظفات نسبة 40% من إجمالي القوى العاملة في وزارة الاقتصاد والمالية، كما ارتفعت نسبة النساء في مراكز اتخاذ القرار من 10% إلى 22% مقارنة بالسنة الماضية. والواقع انه يعني تم يعني ملاحظه ان جل المؤشرات في هذا المجال يعني هي ايجابيه، وفي واحد المنحى تصاعدي، سواء فيما يخص يعني بصفه عامه يعني العدد ولا النسبه المئويه ديال النساء داخل الوزاره اللي بلغ 40%، او فيما يخص التوظيفات، والمهم ايضا فيما يخص يعني تولي مناصب المسؤوليه. هذا وعرف الحفل الذي شهد حضور مسؤولات من جميع مديريات الوزارة إقامة معرض رسمي من قبل المسؤولات، بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات النسائية التي بصمنا طيلة سنوات داخل وزارة الاقتصاد والمالية.